لما انتهينا من ذهبنا إلى منتجع للشيخ الصيفي في الغابات، منتجع جميل جدا، وجلسنا يعني فيه اجتماع خير 3-4 أيام، وكنا نتناقش وكنا وأخذنا معك العائلة ولا لوحدك؟ لا لوحدي. بعد ما خلصنا ذهبنا إلى مدينة جميلة جدا، وهذه المدينة صراحة يعني من أجمل المدن في البرازيل، على حدود ثلاث على مثلث، اسمها فوز دو غواسو، فوز يسمونها فوز، على حدود الأرجنتين والباراغواي، وفيها شلالات يعني عظيمة جدا، وفيها سد عالمي، سد كبير جدا يمون يمكن أمريكا الجنوبية بالكهرباء. نقطع رحنا عليه بالباص، كان مع الشيخ تويجري. جينا للفوز دو غواسو هذه، طبعا فيه الشيخ طالب جمعة الله يذكره بالخير، الآن قاضي في جنوب لبنان، كان هو رئيس المسجد والجمعية عمر بن الخطاب رضي الله عنه المسجد، ولقيت فيه أنا صليت في الجمعة، ولقيت فيه محاضرات، واجتمعت مع المسلمين هناك، وهي عندهم مدرسة جيناها وزرنا وعزمونا الجالية المسلمة اللبنانيين، جلسنا. وكان فيه بالمناسبة شاب من لبنان صغير، يعني ياخذنا من الفندق الى صلاه الفجر في المسجد، اسمه الله. منير، وجيد وله محلات ويبيع ويشتري وهو صغير، ويستمع دائما لإذاعة القران والشرطه الاسلاميه، جيد جيد وتو شباب، لكنه عايش في البرازيل، عايش في البرازيل مع اهله، اظنه عنده اعمال هناك. ما ادري اهله. ولقينا في مسجد عمر بن الخطاب. عفوا كيف يوديك المسجد؟ ما في قريب مسجد قريب؟ لا احنا كنا في ساكنين في فندق بعيد شوي. بعيد ويودينا المسجد. في نهرين، نهر برنا ونهر غواسو متقابلات في هالمدينه. وصار فيه نوع من الهبوط اللي هو الشلالات هذه. ترى من الارجنتين، وترى من ايضا من وننزل لها من ايضا من فوز دو غواسو. وفي حدائق جميله جدا، وممكن الواحد ايضا بالطائره يشوف، لكن مشينا فيها وشفنا الشلالات عظيمه، اسمها يعني مثل شلالات نياجرا فولز تقريبا او اكبر ما مشهوره في الشلالات. ثم ذهبنا الى السد بالباص، ما قطعنا، يقولوا انه استغرق بناء 18 سنه، وانه يعني سد عظيم عظيم جدا، واعطونا فكره عنه. جلسنا في المدينه هذه فتره، تجولنا فيها، بعدها ذهبنا ريو دي جانيرو، فيها مساجد يعني كثيره هذه، ما هم كثيره اي، لكن فيها مساجد رحنا ريو دي جانيرو، مشهوره ريو دي جانيرو مشهوره معروفه. سكننا في فندق، وذهبنا الى جمع، ما عندهم مساجد، مساكين مسجد يأسسونه توهم يأسسونه، ذهبنا إليه، ثم كنا نصلي في غرفة، وكان هي فيها إجرام مخيفة في الليل، ما يخرج الإنسان حتى درجة أن التاكسي اللي ذا يقول صغير يقول لا يجيك أحد، يقول أغلق النافذة، أيه تغلق النافذة يمكن يجوه في الليل. ما يوم جاء الليل جلسنا احنا في الفندق، ما نروح للدعاة، قلنا لهم تعالوا نحجز لكم قاعة فوق ونجتمع احنا وياكم ونناقش مشاكلكم، وحجزنا قاعة فوق في الفندق، وجاءوا المهتمين بالدعوة والدعاة جونا في الفندق، وناقشنا معهم ليلة، أكرمناهم وناقشنا معهم، جلسنا معهم تسهيلات يعني تسهيلات في الفندق، على أساس يعني خطر احنا نطلع في الليل. انت عارف، ومن الشيء الجميل هناك ان طبعا فيه الهوملس دائما كثير في الشوارع، ما ينامون، ما عندهم هذا اللي هم بدون سكن، اللي هذول اللي ما عندهم مساكن، مشردين فوق المشردين. المسلمين هناك يطعمونهم ويكسونهم ويعطونهم كل شيء، والنصارى مهملينهم، وهذه يعني من اساليب تاليف القلوب والدعوه، المسلمين حسب ما قالوا لنا هناك. جلسنا فتره في البرازيل، هذه الزياره الاولى. الزياره الثانيه كم مدة الزياره؟ تقريبا 10 أيام أو